ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ بقول ايه ده؟ ازيك يا ياسين بيه؟ ازيك يا نعمة؟ هو انت تعرف ساره منين؟ وبتسالني هو ليه؟ ما العالم موجوده ترد هي. ما تهدى شويه ولما نمشي من هنا هشرح لك كل حاجه. لا هنا تشرحيلي هنا. هتشرح لك ايه بقى يا صلاح؟ ما هي باينه اهي، واضح ان هما كانوا بيتفسحوا في الفلوكه، وياسين بيه من الناس الجميله اللي بتحب الستات، وساره بتموت في الرجاله بالذات المقتدرين منهم. ما تلمي نفسك يا بنت انت بس، يا بتاعت الفلوك. استني انت لما تتكلمي مع ياسين الالفي تعرفي حجمك كويس. انت اخرك كنت شغاله عندي، لما هتتجوزي حدودك هسمعك كلام مش هيرضيك. في يا عم بلغ، اتنفخت عليا كده ليه؟ محسسني ان انا بتكلم عن عمر المختار. وبعدين كنت بشتغل عندك ايه وهباب ايه؟ ما سبتلكوا الشغل ومشيت. خفت يا اخويا على نفسي من سمعتك انت وابوك، وفضلتوا تتحايلوا عليا عشان ارجع، واخرتها كان تحت بيتي ومشكوا قفاكوا يا قمر عيش. انت ست مش محترم. طب تعالى بقى، انت فخ نفسك يا جدعان. حيرين يا اقسم بالله، اقسم بالله اصنع لك دماغك دي نص ايه؟ انت ما تعرفش انا مين يالا وممكن اعمل فيك ايه؟ هتعمل فيك ايه يا بابا؟ ده هنخرجك من السجن. طب اقسم بالله انا اخدك دلوقتي حالا على اسمه ومش هتخرج منه. انت بتكلميني على كده يا نعمه؟ ما تحترموا نفسيكوا بقى، انتوا جايين تتخانقوا هنا ولا ايه؟ بقول لك ايه، روح اتخانقوا بعيد. طب اكلك لعيب. يلا يا عم، يلا يا عم، شوف انت رايح فين. كفايه الفضيحه اللي عملتها لنا تحت. فضيحه ايه يا ام فضيحه؟ هو انت لسه شفتي فضايح؟ مش انا يا ام الراجل اللي مراته اتعرطاصت. تصدق بقى اللي تحاول تساعدك ولا تقف جنبك دي تستاهل ضرب الجزم؟ انا ياسين ده اصلا مش بطيء ولا بطيء منظره، وجيت اقابله علشان خاطرك. ليه بقى ان شاء الله؟ جاي لي استدعاء ولي امر وهتبعتيه معايا الصبح المدرسه؟ عشان خاطر فلوسك اللي عند خالد لاشقر. وايه علاقه فلوسي اللي عند خالد لاشقر بالجدع ده؟ أنا شايفة إن خالد لاشقر عمال يمطوح فيك، كل ده علشان خاطر عيون نعمة حبيبة القلب اللي أنت جايبها تتفسح معاها، كل شوية يقعد يقول لك فلوسك بكرة، فلوسك الأسبوع اللي جاي، وشكله كده عمره ما هيديها لك. وياسين من أكبر الموكلين عند خالد لاشقر، وأكيد خالد هيعمل له حساب ويكبر له أكتر بكتير ما يشتري خاطر نعمة. فأنا اتصلت بيه وقابلته علشان خاطرك، مع إني عارفة إنه هو نسوانجي زي ما نعمة قالت عليه. بعد كل ده تيجي تعمل لي فضيحة قدامها وتعملني زي ما أكون من الشارع؟ طب بصي بقى يا مراتي، يعني مش من الشارع، أنا هعمل مصدقك، مع إني مش، أنا بس عاوز أقول لك كلمتين سعين كويس أوي. أنا وإنتي لبسنا بعض خلاص، إحنا الاتنين بقينا في مركب واحدة، سواء بقى المركب دي هتغرق هنغرق سوا، هتوصل هنوصل سوا، ايا كانت ايه النتيجه علينا احنا الاثنين محدش عارف يخلع. انا جايز يا ساره ربنا خلقني لا راجل مقتدر ولا واصل، بس خلقني عامل زي المجنون. هو مش قد كده، بس لما بيجي يطلع ما بيطلعش غير كده. تمام يا